بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده السبت اول اسبوع 29 فبراير. 29 فبراير بيجي مره كل 4 سنين في السنه الكبيسه، يعني اللاعين اللي مولودين يوم 29 فبراير بيحتفلوا بعيد ميلادهم مره واحده كل 4 سنين. انما ليه الحكايه؟ المساله تقريبا بتبقى مرتبطه بان الكره الارضيه في تحركها حول الشمس، يعني في مسافات كتيرة جدا مش هزعجكم بيها، انما عايز المسألة نبسطها. ايه حكاية السنة الكبيسة وحكاية السنة البسيطة؟ وليه فبراير 28 احيانا و 29 احيانا اخرى؟ معنا التليفون الاستاذ الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. اهلا وسهلا يا دكتور جاد. اهلا بحضرتك السيد بيه وجميع مشاهديك. ايه حكاية بقى السنة الكبيسة والسنة البسيطة و 28 و 29؟ ممكن حضرتك تشرح لنا ببساطة كده ايه الحكاية؟ طيب بداية حضرتك تعرف ان احنا عندنا في العالم كله من قديم الازل حتى الان في 9 انواع من التقويم، اقدمهم على الاطلاق التقويم المصري او التقويم الفرعوني وحتى التقويم الحالي اللي هو الجريجوري اللي هو او التقويم القبطي، ده اقدمهم وبداية السنة فيه يوم 29 اغسطس. الـ9 تقويم اللي عندنا الفرق ما بينهم ايه؟ مجموعة منهم بتعتمد على او تسميها تقويم شمسي على طول الشمس وطول السنة الشمسية، والمجموعة الثانية على السنة القمرية واللي منها العام الهجري اللي احنا ماشيين عليه في الشهور العربية والتواريخ الهجرية، وفي بعض التقويم زي السرياني او الروماني بيعتمدوا على خليط من الشمسي والقمري. التقويم الميلاد اللي احنا شغالين عليه حالي او الجريجوري ده تعديل بسيط ادخل على التقويم القبطي، واحنا يمكن المصريين ويمكن الفلاحين والمرتبطين بالزراعه يعرفوا كده الشهور توت وكياك وبرمهات وبقونه وبابه، دي اسماء يعني مش دارجه عند الشباب المعاصر والاجيال الحاليه، لكن دي ما زالت موجوده بتطبع في بعض النتائج المصريه لارتباطها بالتقويم القبطي او الفرعوني القديم. اقول لحضرتك بقى فرق ال 29 يوم وال 28 يوم. معايا يا فندم؟ معاك يا فندم، سامعينك، اتفضل. احنا طول السنه الميلاديه المفروض ان هو 365 يوم وكسور، الكسور دي في بعض الحسابات بيديني 242 من الالف، وفي بعض الحسابات 252 من الألف. فاصل الـ أو فرق الكسر دوت ما بين السنة اليوليانية والسنة الجريجورية بيعمل لي 5 ساعات و49 دقيقة و12 ثانية. لما بيتجمعهم الخمس ساعات 49 دقيقة و12 ثانية على مدار 4 سنين بيدي لي فرق يوم، وبالتالي بقى عندي الأشهر طول السنة الشمسية، الأشهر الفردية اللي هو يناير ومارس طولهم 31 يوم، والأشهر الزوجية باستثناء فبراير طولهم 30 يوم. يجي شهر فبراير اللي بقى بيفرق عندي السنة البسيطة من السنة الكبيسة بسبب تصحيح فرق اليوم 5 ساعات و49 دقيقة و12 ثانية، وده اللي بيزود لي يوم على طول السنة كل 4 سنين. ده كده ببساطة. قابلت حد يا دكتور جاد مولود يوم 29 فبراير كتير؟ قابلت عدد، وفي اصدقاء على الفيسبوك، والنهارده يعني بنحتفل بيهم وبنعيدهم، نقول لهم كل سنه وانتم طيبين، كل سنه كل 4 سنين بنحتفل بره مره بعيد ميلادهم. يبقى نقول لهم كل 4 سنين وانت طيب. كل سنه وهم طيبين، كل 4 سنين وهم طيبين. كل 4 سنين وهم طيبين، صح فعلا. بيعملوا ايه في السنه اللي بيبقى 28 فبراير يا دكتور؟ ما بيحتفلوش بعيد ميلادهم. عندهم 5 ساعات و49 دقيقة و12 ثانية نقص في طول السنة العمرية بتاعتهم. وبالتالي يعني مسألة عجيبة شوية. تمام. أشكرك شكرا. أنا بحكي الحسابات الفلكية ديت والفرق بين السنة اليوليانية والجريجورية هي اللي عاملة فرق ما بين المسيحيين الشرقيين وغيرهم من العالم في فرق الاحتفال بميلاد المسيح 25 ديسمبر أو 7 يناير. اشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا، وعرفنا حكايه 28 و29.
من امبارح النهارده وزاره الخارجيه المصريه، وزاره الخارجيه وزاره الخزانه الامريكيه، وزاره الخارجيه السودانيه واثيوبيا طلعوا بيانات كان اروعهم الحقيقه بيان وزاره الخارجيه المصريه، ثم